محاولة من قوات النظام لاقتحام هذه الأحياء، ونتيجة للقصف العشوائي من جبل قاسيون يستمر سقوط القذائف العشوائية على مناطق آمنة في قلب العاصمة دمشق، حيث سقطت قذيفة للمرة الثانية في منطقة الزبلطاني، حيث سقطت إحدى هذه القذائف في سوق الهال في الزبلطاني، وهناك أنباء عن 3 إصابات إلى هذه اللحظة. أيضا استمرارا لحملة المداهمات التي تشنها قوات النظام في أحياء العاصمة منذ عدة أيام، جرت مداهمات في شارع بغداد في حي السماني. أيضا تستمر العملية العسكرية على الريف الدمشقي في محاولة من قبل قوات النظام السيطرة على الريف الدمشقي مستخدمة جميع الوسائل العسكرية، وبدءا من الغوطة الشرقية حيث شنت طائرات الميغ 2 غارتين جويتين منذ الصباح على كفر بطنة وحمورية، حيث ألقت قنابل الفراغية على هذه المناطق. أيضا دومة تعرضت للقصف بالهاون والصواريخ ضمن اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى. أيضا زملكا وعين ترمى أيضا تعرضت للقصف. ببيلة لليوم 11 على التوالي تعرض للقصف بالهاون ضمن نزوح مستمر لأهالي المنطقة، وضع إنساني جدا سيء في ظل انقطاع الكهرباء. نعم إيمان، كان اليوم جمعة التظاهر للتضامن مع الائتلاف الوطني، كيف كانت المشاركة؟ نعم فقط سيد استاذ لينا اسمح لي ان بس انوه اكمل الحملات العسكريه بالنسبه للغوطه الغربيه، معظميه الشام وداريه تتعرض الان ومنذ 6 ايام لقصف عنيف الان براجمات الصواريخ، وخاصه بعد خروج مظاهره في منطقه داريه سقوط عشرات الصواريخ على تلك المنطقه، في خاصة تركز على شارع الثورة والبلدية، وخاصة بعد خروجها في المظاهرة. بالنسبة لتسمية الجمعة اليوم لتأييد هذا تأييد ومباركة من قبل الشعب للائتلاف في الخارج، خرجت المظاهرات في قلب العاصمة دمشق في ظل انتشار أمني كثيف في قلب العاصمة دمشق وقصف عنيف على الريف الدمشقي، ومع ذلك خرج الثوار والشعب السوري في مظاهرات تؤيد وتبارك هذا الائتلاف، مطالبة منه تنفيذ وتلبية مطالب الشعب وأهمها دعم الجيش الحر. خرجت المظاهرات في القابون وجوبر والعسالي والمليحة ويلدة ودارية، علما أن يلدة ودارية وجوبر والعسالي يتعرض للقصف بعد خروج تلك المظاهرات. نعم إيمان الهدى الناطقة باسم شبكة شام في دمشق، شكرا لك. أكد رئيس ائتلاف